في خبر آخر، أعلن وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان أنه من بداية العام المقبل 2024 رح يكون دور وزارة التعليم تنظيميا وتشريعيا فقط، وأن الوزارة لها رغبة بأن تكون المناهج مهارية بشكل أكبر. للوقوف على هذا التصريح ينضم لنا عبر سكايب أستاذ عبد اللطيف الحمادي مستشار تربوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد اللطيف. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا. حياك الله أستاذ عبد اللطيف. التصريح من وزارة التعليم أنه دور وزارة التعليم راح يكون تشريعي فقط، لو توضح لنا ما معنى ذلك ومتى راح يكون تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التعليم يحظى حقيقة بدعم كبير من القيادة الرشيدة على رأسهم الملك سلمان حفظه الله ولي عهده. في البداية كان لقاء وزير التعليم بالأمس حقيقة لقاء مبشر يعني تطوير التعليم بشكل كبير، وذكر وزير التعليم أنه من العام السنة الميلادية الجديدة 2024 راح يكون دور وزارة التعليم فقط تشريعي، أما الأعمال التشغيلية والإشراف على ما العملية التعليمية سوف يكون مسؤولية الإدارات والقطاع الخاص. يعني هناك تنسيق بين إدارات التعليم والقطاع الخاص لاستلام الأعمال التشغيلية للمدارس والعملية التعليمية بشكل كبير. طيب عفوا، لو توضح لنا أكثر إنه هذه الخطوة كيف ممكن تأثر بشكل إيجابي على تحسين القطاع التعليمي وأيضا مخرجاته؟ طبعا ما في شك إنه لها تأثير كبير يعني وإيجابي، ما في شك. يعني عندنا أولا تحويل التعليم إلى خصخصة، وهذه حقيقة صدر فيها مجلس الوزراء يعني استهداف 10 قطاعات للخصخصة. إيش الميزات وإيش الإيجابيات لسؤالك؟ أولا، إيجاد بيئة محفزة، خدمات جيدة، راح يكون في كثافة في العمليات التشغيلية، أيضا اختلاف الميزات والرواتب والعمليات، وتحفيز أيضا للمعلمين والمعلمات، راح يكون هناك يعني تنوع في البيئة التعليمية داخل المدارس. أنت غردت وكتبت أنه هذه الخطوة تمهد لنظام الخصخصة في التعليم، إيش المقصود فيه؟ طبعا الخصخصة في التعليم حقيقة مثل ما ذكرنا صدر فيها مجلس الوزراء، يعني الآن تقريبا 10 قطاعات أو وزارات في الدولة سوف تتحول إلى الخصخصة. هو الخصخصة أو ما يسمى التخصيص. التخصيص هو نقل إدارة أو قطاع تملكها الدولة إلى القطاع الخاص أو المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، نقل جزء أو جزئي أو كلي، يعني فقط تكون الوزارة مشرعة ومشرفة فقط، لكن اللي يقوم بالعملية التشغيلية لهذه المدارس هي القطاع الخاص والمنشآت. وكان لقاء الوزير حقيقة في الأمس كان في منشآت اللي هي المنشآت المتوسطة والصغيرة لدعم هذه المبادرة. وأيضا الوزارة وضعت حقيقة مجلس استشاري ومركز للاستثمار في التعليم، ما يسمى بالاستثمار بالتعليم، وراح تعطي فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تشغيل هذه المدارس والعملية التعليمية بشكل كبير. يعني ربما نلاحظ أنه في كثير من القطاعات والجهات الآن تتحول إلى التحول الرقمي، برأيك كيف راح يكون قطاع التعليم خلال 2030؟ كيف راح يأثر التحول الرقمي على مستوى التعليم؟ طبعا في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة حقيقة والذكاء الاصطناعي راح يتغير التعليم بشكل يعني كبير، وراح يكون هناك تعليم عن طريق المنصات الإلكترونية في جودة عالية ولغات. يعني في أمريكا الآن بإمكان إعطاء درس أو محاضرة أو دورة في لأكثر من مثلا 200 طالب في عدة لغات باستخدام الذكاء الاصطناعي في حين الوقت، يعني ممكن ترجمة اللغات لأكثر من طالب. أيضا دخول الروبوتات للتعليم راح يكون لها دور كبير. احنا رأينا تشات جي بي تي سمح له قبل أشهر للدخول في المملكة العربية السعودية. أيضا راح تكون مواد هناك تدرس مواد عن بعد، راح يتعلمون المهارات مثل ما عن طريق المنصات الإلكترونية.
التقنية مثل منصة فيوتشر إكس أو منصة مدرستي، استخدام تقنية الواقع الافتراضي، وهذه حقيقة من الأشياء التي سوف تدخل التعليم بشكل كبير، هي معمول بها الآن في أمريكا وفي في في الصين وفي كوريا الجنوبية. استخدام الفي آر، العالم الميتافيرس، راح يكون التعلم عن طريق الفي آر، العالم الافتراضي والواقع المعزز. أيضا هي منظومة رقمية حديثة حقيقة تزود الطالب والمعلم بأساليب حديثة، يعني راح يتغير ما في شك أنه مثل ما ذكر مع الوزير تغيير التعليم بشكل داخل المدارس وتغيير المدارس بشكل كبير. أستاذ عبد اللطيف الحماد، يعطيك العافية وشكرا لك.